نوعت العناوين التي ضمها معرض الكتاب العربي الشامل الذي تقيمه مديرية الأنشطة الطلابية في جامعة حلب بالتعاون مع اتحاد كتاب العرب بين الشعر والقصة والأدب، كما أنها تضمنت إصدارات ومطبوعات الهيئة العامة السورية للكتاب. طبعا الطالب بسبب انشغاله بالمحاضرات ومتابعته دراسته ممكن ما يكون عنده وقت فاضي ينزل على المكاتب ويدور على الكتاب، أو ممكن بعنوان ما يكون بذهنه، لما بشوفه أمامه بين قاعات المحاضرات عنوان ممكن ما خطر على باله ويشوفه، فممكن نساعده لانتقاء هذا الكتاب، وبالتالي يعني يزيد عملية القراءة. نحن في اتحاد كتاب العرب لدينا توجه واضح جدا، يجب أن نكون في الجامعات السورية كلها ولا سيما في كليات الآداب، لأن هذه الكليات هي تنتج الثقافة وتتلقى الثقافة، والاتحاد معني جدا بها. وتشمل الإصدارات مختلف مجالات المعرفة، والغاية إيصال الكتاب إلى أكبر شريحة من القراء، وتعرض ضمن مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب وبأسعار رمزية. إن احنا بهيك مجتمع بهيك زمن محتاجين ثروة مثل هالكتب، ونشكر الجامعة انه عم تقدم لنا اياهم باسعار، يعني نحن اذا بنطلع على السوق الخارجي كل كتاب بيسوى تقريبا 5-6 آلاف. بصراحة يعني غالبا قيمة الكتاب مرتبطة بقيمة المؤلف. هي خطوة كتير حلوة مشان الطالب حتى يزيد ثقافته في هالكلية. بتمنى دايما انه يكون في هيك معارض للكتب حتى تشجع الطلاب على القراءة اكثر. ارجو ان تتعمم هذه التجربة على الكليات الاخرى في جامعة حلب، وان ينتقل هذه العدوى الجميلة الى مدينة حلب ككل، وان يعاد الفكر الحقيقي لسوريا. وتأتي هذه الخطوة في سبيل إعادة القراء الى الكتاب بدلا من وسائل التواصل الاجتماعي. وليد هنايا، الإخبارية السورية، حلب.